تفقدت وزيرة الصحة العامة جربتنا كارميل سوكات مختلف أقسام مستشفى النهضة الكائن بهيء جاري بدائرة الثامنة، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل في المرفق الحديث، وكان ذلك برفقة بعض من معاوني الوزيرة. أرجون محمد أحمد رافقة الوزير وعدت لنا التقرير التالي. بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه العاملين بمستشفى النهضة، لذا جاءت هذه الزيارة لوزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات إلى مستشفى النهضة الكائن بحي أنجيري بالدائرة الثامنة. وفور وصولها استقبلت الوزيرة من قبل الطبيب الاستشاري الدكتور ناجي أديم فردينا، وعلى الفور توجهت الوزيرة إلى قسم جراحة العمليات المستعصية وقسم أمراض القلب، فضلاً عن قسم الموجات الصوتية والمعامل. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تميزت بها مستشفى النهضة، وهي خاصة بالتخصصات والعلاجات النادرة. وعقب انتهائها من الزيارة فقد صرحت الوزيرة عن الهدف الأساسي من هذه الزيارة. هوبيتال مش للرينيسانس ده بطان كي نادم يمشي برا قبل السيئك زمان البنادو يرم ده ما في وشادين دول اليوم ده نورمال ما بقولوا الحمد لله. وعنينا مشي للمينيستر لا سانتي ندورو كي اوبتال دا ياغوت فوق بتولا وخاي شوكولا السملي افي انا تشادين دول دا الله كريم نجوبو. علما بان هذه الزياره تدخل ضمن سياسه الحكومه الراميه الى تحسين الاوضاع الصحيه في البلاد، وللتذكير فان مستشفى النهضه قد فتح ابوابه الى استقطاب المرضى في 28 من نوفمبر عام 2013.